يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أقاربي جهال ولا يحبون المسلمين. يقول أقاربي جهال ولا يحبون المسلمين أصحاب اللحى، علما أنني أعيش في بلد الكفار وأنا أريد أن أزورهم وهم لا يحبونني، فما نصيحتكم لي وماذا أفعل معهم؟ زرهم وإن كانوا لا يحبونك، سل رحمك وإن قطعوك، زرهم وادعو لهم وأحسن إليهم ولا تتركهم. نعم.